يقول: هل يشترط للعمامة التي يمسح عليها أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة؟ ذؤابة، نعم. أو ذؤابة. يشترط أن تكون العمامة مثبتة على الرأس، إما بإدارتها على الرأس أكوارا، ويجعل من أحد الأكوار حنك، يعني تحت حنكه حتى تثبت، وإما أن تكون ذات ذؤابة، وهي أن يرسل منها طرفا من خلفه. فهذه هي العمامة التي يمسح عليها، المحنكة التي يدار منها تحت الحنك دور، أو ذات ذؤابة، والذؤابة هي ما يرسله من الخلف من طرف العمامة. نعم.